اهلا بيكم سي في وار تريدنج روم. النهارده ماركت ريكاب ليوم الاربعاء جون 1. فممكن نبص الاول على اي اس ان كيو ار تي واي از يوجوال عشان ظهور موديل الماركت ريكاب اليوجوالي. سو يس انا امبارح قلت وانت فاكرين قلت الماركت هيعمل رينج ما بين ال 4200 وال 4100 وده حصل. الماركت فعلا رينج النهارده 4200 ل 4100. طبعا الماركت تاني انا توقعت امبارح قلت لكم الماركت احنا في بيرش ماركت خالص احنا في بير ماركت فالماركت ما توقعش انه هيباونس اب سوني ده اللي حصل بقى يومين. طبعا بعد الثلاث ايام او الاربع ايام الماركت كان جو اب نسكنا اوكي الماركت هيباونس اب هذا لكن انا توقع ده ريسيشن والماركت كنت ريد اون سايد ده توقعي. فاللي حصل في الاي اس ماركت كلوز هنا وبعدين جاب اب وبعدين كفر الجاب اب تاتش 4100 عمل الويك دي وقفل عند 4100 بالظبط. فطبعا ده بيج ريزيستنس يعني ده بيج 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 ريزيستنس اكشلي او سبورت بنسميه 4100. في ممكن برضه نلمس اللاين تاني شوف ده ايه يبقى 4070 ثلاثه لاين. طبعا اللاينز دي يبقى التو لاينز بتوع بكره مهمين جدا 4070 4100 ده واعتقد عند الاوبن هيبقى الماركت اوريدي عدى 4100 دي بقى اوبن بقى. لكن ال 4070 دي مهمه جدا والماركت هيتاتش 100% بكره مفيش كلام هيتاتش يا اما ريجكتد يا اما كامل داون سايد ده بالنسبه لي. رينجنج ان كيو سيم ان كيو رينجنج قلنا امبارح رينج برده من 12180 ل 485 ده اللي حصل فعلا. الماركت تاتشت حتى ما عملش تاتش ل 12180 بس يا دوب ها عمل ويك. فاللي حصل الماركت قفل هنا والغريب ان الماركت يعني ان كيو دي اس جاب اب يعني اولموست باي تيك او بس هو جاب اب. فلما الماركت بيجاب اب موست لاكلي بيكفر الجاب ويكونتيني اب وده ما حصلش. جاب اب ليتل بيت وبعدين كان تون داون سايد تاني ويك تيست الاريا دي وبعدين شوب ما بتوين التو لاينز دي اوكي. طبعا في الوقت اللي بسجل فيه حالا في الوقت الساعه تقريبا اولموست 5 وربع الماركت قفل اوريدي الفيوتشرز ماركت قفلت فا اولموست ماركت اولموست 1 بوينت فزي ما انتم شايفين الماركت فيري شوبي. فتاني مفيش اريا مفيش اي لاين ممكن نرسمه جديد في الان كيو بس هو نفس الاريا 12880 و 12485. ار تي واي نفس القصه رينجنج 910 ل 850 وبس الماركت النهارده يعني اداني بيج ويك شويه تحت 850 ف يعني انا اتوقع ممكن الماركت يجاب داون النهارده ممكن يجي افتر اوبن وبري ماركت يجاب داون وكنتوني اب سايد ده توقعي. انا حاسس ان شويه شبه الويج ستار او شبه الشوتنج ستار فممكن لما بيكون في كاندل بالمنظر ده معناها ان فيها ستيشن في الماركت زي ما حصل. شفت المنظر ده سمول كاندل ريد بعديها بيج كاندل جرين سمول كاندل ريد بيج كاندل جرين طبعا مش اول تايم يعني بس تايم بتحصل سمول كاندل جرين بيج كاندل ريد. فهنا سمول كاندل ريد ممكن يبقى في بعدين كاندل جرين اي نو لكن في جميع الاحوال حتى الماركت لو بكره هي في الاي اس او كيو هيبقى باونس هيبقى جرين اعتقد انه هيبقى هيتريبل في الرينج ده شويه لان حتى الان ما حدش فاهم. المشكله ان الواضح ان احنا في ريسيشن او في كساد بس ما حدش عايز يقول يعني مش عايزين نخلي الناس تبانيك وعمال يعلوا اسعار الفايده وهكذا. فالاعلام مش عايز يقول حتى الفيديو هو بيتكلم مش عايز يقول صراحه ان احنا بقينا في مرحله ريسيشن مش عايز يقول كده بس واضح ان الماركت كده واضح الاسعار بتزيد الانفليشن عالي الفايده بتزيد ف يعني غالبا احنا في ريسيشن بس محدش عايز يقول بس احنا اوفيشال احنا خلاص في بير ماركت مفيش كلام احنا مش لونج سايد خالص تماما احنا بير ماركت 100%. وزي ما قلت تاني في ناس بتتريد لما يكون بياخد بيحب دايما يتريد مع الاوفر اول مومنتم ولكن مثلا اوفر اول مومنتم شورت فحتى او بير فحتى لو انت بتاخد سكالبنج اند اوبن وات ايفر بتركز على الشورت سيت اب لان الماركت بير ماركت. لكن بالنسبه لماي استراتيجي اي دونت كير انا ممكن اخد لونج 20 بوينتس 15 بوينتس وات ايفر من لونج او الشورت مش هتفرق معايا. ده بالنسبه لاي اس ان كيو ار تي واي بس الماركت بير مفيش لاينز ممكن نرسمها بس الار تي واي ممكن نرسم لاين تاني هنا برضه. شوف اللاين ده تمام 1825 ده لاين انذر لاين 1800 حط لي هنا كده ونعمل 1825
1825. يبقى التو لاينز بتوع بكره مهمين جدا، 1825 ار تو اي، وبرده ممكن في لاين تاني ممكن نرسمه ونشوف اللي هو الهاي اوف ذا داي 1880 لو الهاي اوف ذا داي لو اوف ذا داي 1880 ممكن نرسمه برده 1880 دول اهم اهم ارقام او اهم بوينتس في ار تي واي بكره 1825 و1880 هم دول. انا اتوقع الماركت هيرينج ما بين الاثنين دول، يعني ممكن يبقى مثلا قلنا مثلا حوالي 60 بوينت تقريبا اول حوالي 50 بوينت، ممكن يبقى ماركت رينج يعني ممكن يبقى 30 بوينتس 35 بوينتس داون 50 بوينت لازم، بس هيبقى في الرينج ما اتوقعش ان هو هيباونس اب هنا ولا هيباونس اب هنا اتوقع. بنشوف الايكونوميك كالندر الاخبار بكره. بكره في ات 8:15 اي دي بي امبلويمنت تشينج ما هي ذا نيوز، انا تقريبا بحب يعني لو رجحت ده على نيوز خالص، بس المهم جدا ان هو يبقى فرايدي اللي هو الامبلويمنت ريت والنون فيرم بيرول ده بيج نيوز، بيج بيج نيوز. حتى معظم الايفالويشن فيرم بيمنعوا تريدنج على نيوز، بس ابن ماكس مش منهم، ايبكس مش منهم، لكن مثلا توب ستيب بتمنع عليهم من منهم البيج نيوز دي اللي هي الامبلويمنت ريت والنون فيرم بيرول، وبرده نفس الكلام بتاع المانيفاكتشر في معاه. هتلاقي دايما في اليوم بتاع الانبلويمنت ريت بتلاقي لو في بيج موف، لو الماركت مثلا رياكت بوزيتيفلي والماركت بوش هاير الساعه 8:30 على الساعه 9:30 وقت الاوبن يعني بتلاقي شويه شوبنس، يعني بتلاقي شوبنس لو الماركت اوريدي موف خلاص. وعشان في 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 نيوز الساعه 10 فانا اتوقع يوم الجمعه هيبقى الماركت قد اوبن هيبقى شويه تريكي، لانه اللي يبقى في موف اوريدي 8:30 وفي نيوز الساعه 10 فاتوقع هيبقى شويه تريكي. عشان كده دايما انا دايما افضل فرايدي وما اقولها دايما كتير مونداي فرايدي دايما تريد سمول، يعني انا بتريد 6 كونتراكت ار تي واي بقيه الايام كلها، لكن مونداي فرايدي بتريد من اول ثلاثه عشان مونداي اول يوم في الاسبوع ويبقى لسه ناس حريصه شويه، وفرايدي اخر يوم في الاسبوع ومحدش عايز يقعد فرايدي لوزنج بيج نيوز، فاحسن حاجه فرايدي تريد سمول. That's it for today. مش اي حاجه جديده، زي ما قلنا تاني الماركت الفيوتشر ماركت رينجينج بير ماركت. لو حد كان شايف مثلا ايام كورونا كان في فبراير 2022 اكشلي اعتقد انه 7 مارس فاكر 7 مارس 2022 الماركت عمل هولت، الماركت اي اس تقريبا نزل حوالي NASDAQ نزل حوالي تقريبا almost 8% او 9% والماركت عمل هولت او وقف الماركت كله مده 3 دقائق، كل حاجه وقف ستوب تريدنج فيوتشر تماما لان الماركت بينزل بجنان. لا طبعا انا بارتيسيبيت وقتها كان يعني بدا الاول في مره، حتى الان مفيش كده رينج، مفيش بيج موف اب بيج موف داون ماركت. وده هتوقع وده ما هتوقعه ده جدا على فكره الشهرين الجايين، يعني دايما سمر تايم جولاي اوغست نقول جون، بس يعني اكتر جولاي، بس يعني ممكن نقول جون جولاي اوغست ماركت هيبقى بطيء معروفه دايما المعروفه الميكينج ماني اوف تريدنج وينتر تايم، السبيندينج ماني اوف تريدنج سمر. معظم الناس اللي بيعملوا تريدنج بياخدوا السمر اوف او بيتريد سمول، عايز بقى يسبند يروح يتفسح فيكيشن مش عارف يسافر يعمل الشتاء بيعمل فلوس، فالسمر تايم هيبقى هادي شويه الموضوع هادي ممكن تلاقي جدا ده بيحصل على طول، يعني شويه شوبينس على لاينز مفيش بيج موفز. البيج موفز دي بتحصل دايما بعد شهر 9 او من اول مثلا نص 9 او اول 10 بالظبط عندك لحد شهر مثلا 5 تبقى ده البيج ماني في التريدنج، لكن شهور الصيف دول بيبقوا بطء جدا في الماركت ستيل ممكن بيج ماني، بس يعني ممكن ده ممكن مثلا لاقي مثلا مره او في الشهر او في شهر مثلا 40 بوينتس 30 بوينتس ار تي واي، لكن في الشتاء ممكن تلاقي ده كتير. يعني فاكر مثلا اخر اسبوع قبل الكريسماس انا كنت بتريد ار تي واي مفيش يوم كان بيقفل اقل من 30 من 20 يعني من 20 ل 40 بوينت افري داي، لكن قبل الكريسماس مع ان المفروض يبقى سلو ويك بس ده اللي حصل. اوكي ذاتس ات، نشوفكم ان شاء الله في نفس الميعاد في انذر ريكاب ماركت. Thank you.